سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الفضل العظيم. نحن معكم على الهواء مباشرة من الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف عصرا خلال الشهر الكريم. أرحب بالمشاهدين الكرام على قناة دبي الفضائية، وأرحب كذلك بمشاهدين عبر قناة نور دبي. بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات. أعزائي، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل. حياك الله. الله يحييكم. اليوم فضيلة الشيخ معكم مع المشاهدين الكرام ومفطرات الصيام إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من شهد شهر رمضان وهو مكلف صحيح قادر على الصوم فإن الصوم واجب عليه بإجماع، ويجب عليه الإمساك عن المفطرات بأنواعها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهناك مفطرات حسية ومفطرات معنوية، وكلامنا اليوم في المفطرات الحسية. أما المعنوية كالغيبة والنميمة وعدم كف اللسان وعدم الامتناع عن إيذاء الناس فقد اختلف فيه أهل العلم هل يقع به الإفطار حقيقة أم لا، وهل يجب عليه القضاء أم لا. والصحيح أن صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء، لكن صومه ناقص وربما معدوم الأجر الموعود على الصيام بدليل الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويفسد الصوم بالجماع في نهار رمضان وبالأكل أو الشرب عمدا وهو يتذكر صومه، والاستمناء والمراد به تعمد إنزال المني، وما في معنى الأكل أو الشرب مثل نقل الدم والحقنة المغذية وما يدخل إلى الجهاز العظمي متجاوزا الفم والبلعوم، وفي معناه شرب السجائر والتدخين والشيشة وأمثالها، وكذلك القيء عمدا وخروج دم الحيض أو النفاس ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة. فهذه هي مفسدات الصوم باتفاق، وكلها ما عدا الحيض والنفاس فإن الصائم لا يفطر بها إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بأنه مفطر، ولا يعذر بجهله إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم،
والشرط الثاني ألا يكون ناسيا، والشرط الثالث ألا يكون مكرها على ذلك. وهناك مفسدات للصوم مختلف فيها بين أهل العلم، بعضها أشياء استحدثت في أيامنا، ومنها ما هي علاجية، وقد فصل فيها مجمع الفقه الإسلامي الدولي فذكر ما يفطر وما لا يفطر. والأورع للإنسان ألا يلجأ إليها أثناء النهار خروجا من خلاف أهل العلم، والمسلم مأمور بالاحتياط لعباداته، ولو قضى الأيام التي لجأ إلى بعض ما فيه خلاف لكان أسلم له وأبرأ لذمته. والآن إلى قرار المجمع. أولا ما يفسد الصوم، كل ما يدخل إلى الجهاز العظمي متجاوزا الفم والبلعوم، ومما هو محيل أي هاضم للطعام وهو المريء والأمعاء الدقيقة. ثانيا هذه الأشياء كلها يفسد الصوم، كل ما يتغذى به جسم الصائم من أي منفذ طبيعي لأنه في معنى الأكل ولمنافاته لمقصد الصوم كالحقنة المغذية. ثلاثة جهاز التبخير الرئوي البنيو ليزر المستخدم في علاج الربو، لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من القدر المعفو عنه. أربعة نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء. خامسا الغسيل الكلوي الباريتواني والدموي لما فيه من إدخال كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر. سادسا الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة لخروج جزء منها وهو جرم يصل إلى المعدة. ثانيا ما ذهب إليه المجمع من عدم الفطر، قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب أو إذا اجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحلق، وفي قطرة الأنف خلاف للشافعية معتبر. ثانيا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحق. ثالثا ما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي، والشافعية رحمهم الله يرون بطلان الصوم بهذا، فالاحتياط مطلوب إن أمكن. رابعا إدخال المنظار أو اللولب ونحوها إلى الرحم، وهذه المسألة فيها خلاف كذلك للشافعية رحمهم الله، والاحتياط مطلوب إن أمكن للإنسان. خامسا ما يدخل مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قسطرة أو منظار أو مادة ضليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة، والأحوط عدمه في النهار. سادسا حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. سابعا المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثامنا الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية فإنها مفطرة. غاز الأكسجين وغازات التخدير أي البنج ما لم يعط للمريض سوائل أو محاليل مغذية. عاشرا ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم والملصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 11 إدخال قسطرة
في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 12 إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 13 أخذ عينات أو خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 14 منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو أي مواد أخرى. 15 دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. كل هذه مما أفتى فيه المجمع بعدم الفطر، وأضاف على ذلك أن بخاخ الربو لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدف الجهاز التنفسي وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود، أقل مما يصل للمعدة من بقايا المضمضة والسواك. وإن كان جملة من أهل العلم يرون أن إذا كان لبخاخ الربو سائل ينزل فإنه يؤدي إلى الفطر. كذلك سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به بخلاف تلقي الدم. كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم ما عدا الحقن المغذية، وهذا خلافا للشافعية رحمهم الله، والأحوط اجتنابه في النهار خلافا من خروج أهل العلم. 19 لسقط إزالة الشعور بالجوع. 20 عملية شفط الدهون ما لم تترافق باستخدام السوائل المغذية. ثم رقم 21 المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، وهذا أيضا فيه خلاف للشافعية، فإنهم يقولون ببطلان الصوم ولذلك يحتاط المرء فيه. بعد ذلك الحجامة والفصد، وهذا فيه خلاف كذلك. وفقد الوعي أي الإغماء بسبب التخدير العام لجزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي بقية يومه إن كان التخدير قد وقع أثناء الصوم ما لم يصاحب ذلك إعطاء السوائل. هذا باختصار كل ما ذكره المجمع، وهو مجمع مقدر محترم ذكره في الأشياء المستحدثة، والمجمع مكون من علماء أجلاء، وفي عضويته كذلك أطباء أشاروا بهذه الأمور. لكن كما قلت قبل في أثناء الكلام هناك خلاف لأهل العلم، فمن لم يكن مضطرا وحتى يشرع للطبيب إذا كان يستطيع أن يؤجل هذه العمليات إلى ما بعد الإفطار فذلك أفضل. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلى وعلى. الله يبارك فيك شيخ على هذا التفصيل والكلام العلمي الرصين، سنأتي إليه إن شاء الله. من معنا ولا من الجزائر؟ مولود من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤالين بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نعم. هل إذا كان من يصلي صلاة سر نعم وتسمع ما يقرأ وتعلمه أن صوته مسموع هل صلاته مقبولة؟ إذا كنت تصلي صلاة سر والإمام يصلي صلاة السر؟ لا نعم في صلاة سر ولك بجانبي يصلي. طيب ماذا تريد؟ نعم. أن تخبر الإمام صوته مسموع كما يسمعه ما يقرأ هل صلاته مقبولة أم لا؟ هو ينسمع صوته. نعم وضح السؤال. نعم السؤال الثاني. سؤال ثاني أحسن طريقة لحفظ القرآن الكريم من صور الصغار أم الكبار؟ أيوة أحسن طريقة شيخنا لحفظ. مشكور يا مولود حياك الله من الجزائر، يسأل عن أحسن طريقة لحفظ القرآن. أبو وليد من سلطنة عمان، تفضل يا أبو وليد. أبو وليد سمعني من الهاتف لو تكرمت يا أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ سمعني. نعم تفضل بالسؤال يا أخو وليد. أنا أسأل عن دعاء الاستفتاح، هل بعد تكبيرة الإحرام ولا قبل تكبيرة الإحرام؟ إن شاء الله. مشكور يا أخي الكريم. ويا نعم. شيخ موضوع ثاني، الشيخ اللي عندهم مفطرات الصوم المرهم المسكن والإبرة المسكنة للعضلات هل نعم. تفطر ولا لا؟
إن شاء الله الإبرة والمرهم المسكن إن شاء الله. يا شيخ. واضح 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 السؤال. مشكور على الاتصال. الله يحييك. مشكور يا أخي الكريم على التواصل. أم سالم تفضلي من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ مبروك عليك الشهر. السلام عليكم إن شاء الله تعالى. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال إن أنا حطيت زيت يعني فترة الصيام زيت حق الشعر وكريم لأن أنا عندي حساسية في إيدي يعني. نعم. هل يقتل الصوم والصلاة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني إن أنا يعني عندي ولد أخويا يتامى وهم يعني زعلوا وياي يعني وأنا يعني أنا بر بيهم يعني هم يتامى يعني وأنا وليت أمرهم بس يعني أنا عايشة في الإمارات وهم عايشين في مصر ولما أنزل يعني يعني مثلا يقضوا لي غرض في البيت ولا شيء فقالوا لي إحنا مش خدمين عندك وكذا يعني أنا مقعدهم عندي مسكنهم عندي وأنا اللي بر بيهم وأنا اللي شايلهم من 20 سنة من أبوه متوفي يعني هم عيال أخويا يعني وأنا أعتبرهم عيالي يعني بس هم أنا زعلانة منهم ما أكلمهم بسبب الموضوع. إن شاء الله. واضح السؤال يا أم سالم. مشكور على الاتصال حياك الله. شكرا جزيلا. هنادي من الشارقة تفضلي. ألو. حياك الله يا هنادي تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك شيخنا. بس بدي أسألك أنا الأطفة تبعت الأنف البخاخ تبع الأنف ما بقدر بلا يعني لازم باستمرار لأنه عندي حساسية تبعت طقس يعني ما فيني بلاها. وكمان أنا بدي أسألك سؤال تاني عن الصيام. أنا في فترة من الفترات أنه عدت علي يعني نسيت الأيام اللي كنت بدي اللي أفطر فيها كيف بدي أقضيهم هدول الأيام اللي نسيتهم؟ إن شاء الله إن شاء الله. شكرا حياك الله يا نادي. شكرا. عبد الرحيم من سلطنة عمان تفضل يا أخي عبد الرحيم. السلام عليكم. كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. مبروك عليكم الشهر جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيك. حياك الله. الأخ يوسف عندي 3 أسئلة تسمح يعني. جدا تفضل يا أخي. الله يحييك. الله يفضل عليك. السؤال الأول يا أستاذ عندي عمال في المبنى يشتغلوا يعني أصباغ وكذا ويشتغلوا وقت الصباح ولكنهم هم تقريبا يريدوا مني ماي الصباح وانا ما عرفت يعني اقول يمكن يجوز او ما يجوز او كيف او هل انا مدن ما اعطيهم ماي. نعم. اريد من الشيخ يعني يوضح لي اذا كان بالامكان اعطيهم في وقت الصباح في رمضان. مسلمين يا اخي عبد الرحيم؟ عمال من المسلمين؟ عمال اسويه يشتغلوا معي في المنزل. من المسلمين؟ هو مسلمين يقولوا. نعم. على حسب كلامهم. طيب. ولكن وقت شمس حراره وكذا. نعم. من هذا القبيل يعني. نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني أنا أخويت يعني أحد من الأخوان خلى عندي مبلغ والمبلغ هذا أنا على حسب ظني إني ما أعطينا يعني المبلغ هذا لكن هو ما طلب مني يعني إن أعطيني المبلغ اللي عليه ولكن أنا في ظني إني رجعت له المبلغ. الحين هو هذا الشخص توفى بعد ما توفى كان يعني أفكار إني يعني هذا الإنسان ما سلمت المبلغ وهو تقريبا يمكن على حسب العماني 200 ريال وعلى حسب الإماراتي 2000 درهم. نعم. فما رأي الشيخ يعني هل أعيد لهم الورثة مال المبلغ مرة ثانية أو كيف يعني؟ نعم. سؤال الثالث. بس مشكور. طيب شكرا الله يبارك فيك. مشكور يا عبد الرحيم من سلطنة عمان. أبو محمد من عجمان تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو محمد. الشيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك. طال عمرك انا عندي سؤال بس بخصوص اني انا سويت عمليه اول يوم رمضان وتخدرت يعني قالوا لي افطر فطرت انا بعد ما نشيت من شفت من العمليه فطرت. ثاني يوم بعد نفس الشيء كنت مدوخ ما قدرت اني امسك عمري. نعم. بعد فطرت. شو علي قضاء طال عمرك بس لو تفيدني انا ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور حياك الله يا ابو محمد. حياك الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدي الكرام هناك أسئلة وردتنا من قبل الأستاذ صلاح عودة عن أصحاب الإعاقة وبالذات الإعاقة السمعية. هذه الأسئلة معنا سنأتي إليها إن شاء الله بعد الفاصل ومعنا أسئلة المشاهدي الكرام وبعض البريد الإلكتروني مباشرة إن شاء الله بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ. أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بالجميع. فضيلة الشيخ بالأمس كان في سؤال لأبو فيصل من رأس الخيمة عن البعض يصلي صلاة التراويح ركعتين ويخرج أو 4 أو 8 إلى آخره. سأدمجه بسؤال السؤال الأول من أصحاب الإعاقة السمعية يسألون شيخنا عن جواز صلاة التراويح 4 ركعات فقط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولا صلاة التراويح إذا أردنا أن نسمي الصلوات بمسمياتها فصلاة التراويح 20 ركعة، كل المذاهب متفق على ذلك، والإمام مالك رفعها إلى 36 ركعة، عدا الوتر 3 ركعات 39، فلم يرد أقل من ذلك. وهذا العمل معمول به في المساجد منذ عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن جمع سيدنا عمر الناس على أبي بن كعب وصلوا صلاة التراويح، وإلى يومنا هذا، ولا سيما في المسجد النبوي الشريف الذي هو مستمر منذ ذاك العهد. وقد ألف أحد الفضلاء كتابا ذكر فيه ذلك، صلاة التراويح منذ أكثر من 1000 عام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص عن ذلك. صلاة التراويح سنة، إذا لا تستطيع أن تصلي ليس مطلوبا منك، وإذا استطعت أن تصلي ركعة، يعني لا تستطيع إلا أن تصلي ركعتين، صلي ركعتين، ولكن الركعتين أو 4 ركعات. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يحتجون بحديث السيدة عائشة إن لم يكن يزيد في رمضان أو غير رمضان على 11 ركعة، أولا هذا الحديث ليس في التراويح لأن غير رمضان ما فيها تراويح، فهذا الحديث في الوتر، أقصى ما يصل الوتر إلى 11 ركعة و13 ركعة في حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة 13 ركعة، فلماذا نقتصر فقط على حديث 11 ركعة؟ هذه واحدة. ثاني شيء، إذا تصلي 4 ركعات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرغ قبيل الفجر، هل في إنسان الآن يطيق ذلك؟ لا أحد يطيق ذلك، ولسنا مكلفين بذلك أصلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما خشي أن تفرض على الناس لم يصلي بهم جماعة بعد 3 أيام لما صلى بهم جماعة، خشية أن تفرض عليهم ولا يستطيعون رحمة بنا. لكن الذي يصلي ركعتين وينصرف، هذا الإشكال اللي فيه شيء آخر، أو 4 ركعات وينصرف، لا تكتب له قيام الليلة، لأن من صلى مع الإمام الآن صلى مع الإمام حتى انصرف الإمام كتب له قيام الليلة. يعني الإنسان خاسر إذا خرج قبل أن يخرج الإمام، سواء صلى الإمام 8 ركعات أو صلى 20 ركعة، فالإنسان يحرص، لكن إذا لم يستطع فهو معذور. نعم. ولا إشكال في ذلك. نعم، نستمر في أسئلة أصحاب الهمم شيخنا، ومن أصحاب الإعاقة السمعية عندهم سؤال ثاني، يقول أحدهم أنه صلى العشاء فضل الشيخ في البيت، نعم، ولما راح المسجد يصلي خلف الإمام التراويح ضيع عدد الركعات، يعني ما يدري صلى 20 18، ما يدري. لا إشكال فيه، المهم بقي مع الإمام. نعم. إلى أن انصرف الإمام. نعم. يكفي ذلك. نعم. أيضا شيخنا يريد أن يعني هو لنفهم صلاة التراويح ليس واجبا. نعم. هو سنة، الإنسان يحرص على إكمال 20 ركعة، لكن إذا أكمل مع الإمام أو كان مسبوقا لدى الإمام ثم شك هل صلى أو لم يصلي لا إشكال فيه، المهم بقي مع الإمام حتى ينصرف. نعم. هذا أهم نقطة في التراويح. إذا قلنا شيخنا أنها سنة، ممكن. نعم. يصلي التراويح جالسا؟ نعم ممكن. نعم. نعم، لكن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم بالأجر. نعم. إذا كان، لكن بإمكانه أن يجلس. نعم. لا إشكال فيه. أحد أصحاب الهمم أيضا شيخنا يسألكم، يقول شخص يعني هو شخص تعليمه بسيط يرضي الشيخ، يعني يمكن عنده ابتدائية. نعم. يستطيع أن يقرأ الصور الصغيرة، الصور. نعم. الكبيرة ما يقدر، فيسأل ما يقدر يختم القرآن؟ لا، هو في ختم القرآن وليس في قضية الصلاة، في ختم القرآن. أما الصلاة فهذا أمر مفروغ منه، لأن المهم الركن الفاتحة والسورة قصيرة، حتى ولو كررها أحد الصحابة كان يكرر سورة قل هو الله أحد. ورد في بعض الأحاديث أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن مركز على قضية التوحيد، ولذلك بعض الناس العوام فهموا منه أن الذي يقرأ 3 مرات هذه ختمة، فهذه ختمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا، المهم يقرأ القرآن قدر استطاعته. نعم. ولذلك الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران، له أجران، يتعب، فإذا استطاع أن يتعلم بأي طريقة من الطرق فبها ونعمة، ما استطاع يكفيه ما تعلم، لا يعني لا يؤاخذه الله في شيء من هذا. نعم.
أحدهم يسألك شيخنا عن معجون الأسنان اللي فيه نكهة شيخنا، هل يفطر؟ يفضل الابتعاد عنه، لأن هذا ربما بلع شيئا منه فيفطر يقينا، لكن إذا لم يبلع شيئا فلا يفطر، لكنه مكروه. وعند الإمام الشافعي السواك، استخدام السواك بعد صلاة الظهر مكروه. لماذا؟ يقول لأن حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك هذا يذهب بهذا الخلوف. سؤال أخير من أصحاب الهمم من فضل الشيخ يقول: الآن علمت بزكاة الفطر، إيش يسوي شيخنا الآن؟ علم من سنين طويلة ما زكاة. لا شيء عليه، إذا كان الآن أدرك ذلك فلا شيء عليه، لكن إذا كان يعرف وقصر الآن يخرجها دفعة واحدة. نعم. إذا كان يملك ذلك. نعم. سأتي إلى المشاهدين الكرام فضيل الشيخ وأسئلتهم عبر الاتصال، لكن سؤال مختصر شيخنا بالنسبة لما ذكرتم من بداية الحلقة شيخنا، هل هذا إجماع ولا شبه إجماع شيخنا اللي ذكرته في مجمع الفقه، ما قالوه مجمع الفقه من المفطرات؟ أنا ذكرت في المقدمة هناك في بدايات في ذكرت المتفق عليها اللي هو الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإلى غيره والحيض والنفاس، هذه الأمور اللي متفق عليها. نعم. ثم بعد ذلك ذكرت ما رآه المجمع، ما رآه المجمع من المفسدة الكل يقول بها، لكن بعد ذلك عقبت بالأشياء التي أخذ المجمع بالرأي القائل بعدم إفساد الصوم، وهذا الذي فيه الخلاف، الذي وقع فيه الخلاف. فالشافعي يرون أن إدخال أي شيء من أي منفذ طبيعي يؤدي إلى إبطال الصوم. نعم. في الحلقة الماضية شيخنا ذكرت موضوع المغمى عليه. نعم. المغمى عليه فضل الشيخ ممكن يكون نص اليوم أو اليوم كامل، يعني إذا اليوم كامل صومه غير صحيح، لكن إذا نصف اليوم صومه صحيح. نعم. من الجزائر مولود حيث نعم. أدرك الصوم. نعم. مولود يسألكم شيخنا من الجزائر سؤال إلا الأول. إلا اسمح لي في قضية. نعم. إلا إذا أغمي عليه في الليل فلم يستحضر النية، فلم ينوي الصيام أصلا ودخل النهار فهذا لا صوم له. أيوة. ويستحب له الإمساك. يعني كثير من الحالات التي يفطر الإنسان بها يستحب له الإمساك احتراما لحرمة شهر رمضان. نعم. مولود شيخنا يقول يصلي الإمام سرا لكن صوته مسموع. بعض الناس هذا صلاته لا تطل، يعني حتى لو جهر بها، حتى لو جهر بالقراءة في الصلاة السرية صلاته لا تبطل، ولو قرأ سرا في الصلاة الجهرية لا تبطل صلاته، لكنه خالف السنة. لكنه قد يعني إذا استطعت أن تنبهه بينك وبينه بطريقة أن هذا قد يؤدي للتشويش على الآخر، لكن بعض الناس للأسف ما يستطيع، هو ما يستطيع، يعني هذا هكذا ينطق يريد أن يتذكر ما يقرأه فيخرج شيئا من الصدور. بعض الناس ما شاء الله في سمعهم حدة يسمعون يعني حتى الهمس. نعم. أحسن طريقة لحفظ القرآن يسأل شيء. والله أولا التوكل على الله تبارك وتعالى، اختيار الأوقات المناسبة، والفترة العمرية مهمة. احنا كنا تعودنا ان الصغار قبل ان يدخلوا المدارس يدخلوا الكتاتيب، يتعلمون القراءة، قراءة القرآن، ويتعلمون حتى كتابة بعض الحروف ويعرفون الحروف الى غير ذلك، ثم يدخلون المدرسة. والفترة والحفظ ملكة، كلما نميته زاد، ولذلك بعض الناس يبدأون بسطر سطرين مع الصغار، بعد ذلك سور قصار، بعد ذلك نصف صفحة، بعد ذلك صفحة، فإذا تعود بعد ذلك يأخذ مثلا صفحتين في كل يوم، بعد ذلك أحيانا 4 صفحات في اليوم. وبعض الناس يعني يؤتي الله تبارك وتعالى من فضله شدة الحفظ، فإذا نظر إلى الصفحة يحفظه. نعم. لكن أفضل الأوقات بعد صلاة الصبح الإنسان صافي الذهن، وبعض العلماء قالوا أيضا يردد هذا ما حفظه قبل نومه ثم يستودع الله تبارك وتعالى ما حفظه. نعم. طيب بعض الأولياء الأمور يا فضل الشيخ يعني يحب أن يجبر الولد على الحفظ لأن مثلا أخوه حافظ أو ابن عمه حافظ. لا، الإجبار لا ينفع، الملكات ليست متساوية، لكن ممكن أن يشجع، ليس بالإجبار، يقول شوف ما شاء الله هذا كذا، والذي يحفظ هو في يوم القيامة منزلته يرتفع، وتأتي شفاعة القرآن في القبر، ويلبس والداه تاج الكرامة إلى غير ذلك مما يشجعه،
وكلما حفظت أنا سأكرمك والحمد لله وأنت تكون مكرما، وهذا يقوي لغتك ويقوي حفظك ويقوي ويساعدك في الدراسة. وبالفعل الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى هم في أغلب الأحيان من المتفوقين دراسيا. من سلطنة عمان يسألكم شيخنا عن دعاء الاستفتاح في الصلاة قبل التكبير بعد؟ لا، بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في الفاتحة. وضع شيخنا مرهم أو الإبرة المسكنة هل تفطر؟ لا لا تفطر، ولذلك لعله استشكل عليه ما ذكرته هذه المجموعة، المجموعة اللي أنا ذكرته في الأخير هذا الذي ذهب إليه المجمع في عدم الفطر، ومنها ما خالف فيه بعض العلماء فذكرت الخلاف. لكن الإبرة المسكنة والمرهم وهذه لا يفطر، لا يفطر. نعم. أم سالم شيخنا سؤال الأول، زيت الشعر والكريم هل يفطر وعلاقته بالصلاة أيضا شيخ؟ لا لا يفطر، والزيت إذا كان طاهرا لا علاقة يعني لا مانع من الصلاة فيه، بس بشرط أن لا يكون قبل الوضوء، لأن الوضوء قد لا يصل الماء لوجود هذا الدهنيات على الجسم. الزيت فإذا توضأ الأول ثم دهن جسمه لا إشكال فيه إذا كان طاهرا. نأخذ من البحرين ونستمر إن شاء الله. تفضل يا أم إبراهيم من البحرين. مرحبا الشيخ. الله يحييك. والله بسألك سؤال الشيخ. الحين أنا عندي ذهب ملبوس يعني مال اللبس، يعني مو مال تجارة ولا مال شيء، كله ملبوس. يعني لبس. هل هو عليه زكاة ولا ما؟ في ناس يقولون عليه زكاة، ناس يقولون ما عليه زكاة. إن شاء الله. مشكورة يا أم إبراهيم. أنا والله محتارة يعني الحين. إن شاء الله يبين الشيخ، وإذا كان في خلاف يبين الشيخ ويبين إن شاء الله الحكم. مشكورة على الاتصال. أم سالم شيخنا أعود إليها، تقول بأنها عندها أيتام ربتهم وتصرف عليهم، لكن لما تدعوهم يخدمونها شوي يقولوا لا نحن لسنا خدم. والله أنا أتعجب من إنسان لو خدم حتى الذي ليس أمه أو لم يعتني فيه، ماذا ينقص من الإنسان؟ لو خدمت إنسانا، لو صنعت الإنسان، لو ساعدته في شيء، ماذا ينقص من الإنسان؟ لا ينقص، هذا لا ينقص من قدر الإنسان. بعض الناس يتكبرون عن خدمة الآخرين، هذا لا يجوز. فكيف إذا كان هذا الشخص الآخر صاحب فضل عليك في تربيتك، في كفالتك، في غير ذلك؟ ولذلك خدمة الناس هذا باب لا يوفق لها إلا الموفقون، الله سبحانه وتعالى يختار لهم الخير فيها. وقد عجبني بالمناسبة أذكر الشيخ محمد حفظه الله، الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو، في كتابه قصته الجميلة ختم الكتاب بوصايا عشر، وأول شيء بدأ بها خدمة الإنسان. وأنا نظمت هذه الوصايا وذكرت في هذه الخدمة: أخدم فخدمتك الإنسان منقبة، لا المال يغني غناها لا ولا النسب. فعلا خدمة الناس، كثير من الناس استحقوا الأجر، استحقوا التكريم، استحقوا رفعة المنزلة بسبب خدمتهم للناس. كلما استطعت أن تقدم خدمة لإنسان، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، هذه كلها حسنات. فكيف بامرأة سهرت عليكم وربتكم وصرفت عليكم؟ بل الواجب عليكم خدمتها. لو كان خدمتكم للآخرين منقبة وفضل وإحسان منكم، في هذه الحالة ليس إحسانا وفضلا بل واجب عليكم. أخذ هاجر من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة لدم الحيض. نعم. هل نأكل ونشرب عادي أم يكفي بأن نرضه خلاص؟ إن شاء الله. طيب شكرا، حياك الله يا هاجر من فرنسا. المزيد إن شاء الله بعد فاصل قصير، سنأتي إلى أسئلتكم وعبر البريد الإلكتروني أيضا بعد فاصل قصير. أهلا بالجميع. تفضلي أم أسامة من الشارقة. أم أسامة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لو سمحت بدي أسأل الشيخ، هلا بالنسبة للإجهاض يعني من عمر شهرين يعتبر نفاس يعني ولا بحكم النفاس ولا يعني دم استحاضة؟ أيوة يعني الدم النازل بعد الإجهاض. بعد الإجهاض يعني الإجهاض من يعني تقريبا شهرين، بس حتى يعني الدكتورة قالت لها إنه ما طلع نبض يعني للجنين، يعني ما طلع نبض وأجهضت بعد فترة يعني بعد الأربعين، يعني تقريبا على الشهرين شهرين وأسبوع يعني تقريبا إن شاء الله. وصل يعني 15 يوم هلأ، يعني لأنه بحيرة ناس بيقولوا إنه هاي يعتبر دم فاسد يعني ما بي لازم تصوم، وناس بيقولوا إنه لازم تفطر يعني شاء الله. الله يخليك ان شاء الله. شكرا حياك الله يا مسامة، شكرا، جزاكم الله خير، يبارك فيك. تفضلي يا خديجة من فرنسا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. لو سمحت شيخ عندي سؤال من فضلك، عندي مشاكل مع إخواني في المغرب. نعم. وهم يحرضون والدتي بأنها تريد نصف البيت الذي أنا أملكه في المغرب. نعم. توفى والدي 30 سنة وكنت أنا اللي أعولهم. نعم. والآن حدث لي حادث سير ويعني عملت عملية جراحية وما استطيعش الآن أصرف على إخواني والوالدة. نعم. وشرحت لهم الأمر، ولكن والدتي تقول بأنها تنكرني إلى يوم الدين إذا لم أعطيها نصف البيت. أيوة إن شاء الله. وهذا يؤرقني كثيرا. إن شاء الله. لو سمحت شيخ ممكن تفسرني، شكرا. إن شاء الله. حياك الله يا خديجة. أسماء تفضلي من الأردن. أسماء تفضلي يا أختي من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسعدك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك الحين، إذا أذن الأذان الثاني مو الأول الثاني وكان أخوي بيشرب بالمي، نعم. يعني الله أكبر هو بيشرب، نعم. هيك لازم يعيد هذا اليوم إن شاء الله. مشكورة يا أسماء. لأنه كان الله يكرمك بالحمام وطلع يجري وقال الله أكبر هو بيشرب. طيب إن شاء الله، مشكورة يا أسماء، وضح السؤال، شكرا. أم خالد تفضلي من الشارقة. يا أم خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت أسأل عن بالنسبة للزكاة، زكاة المال، هل تجوز على الخدم المسلمين الموجودين عندنا في المنازل؟ إن شاء الله. زكاة المال إعطاء للخدم. مشكورة يا أم خالد. أيوة. ممكن أكمل؟ تفضلي تفضلي. نعم. بالنسبة للي مثلا اللي كذا سنة ما زكى زكاة المال، اللي ما زكاها نعم وحب الحين أنه يعني يعاود أنه يزكي من ماله، نعم. هل يعني يشوف مثلا كم سنة مثلا ما زكى أو بدل عمل أو كيف ممكن يحسبها؟ إن شاء الله. مشكورة يا أخت أم خالد، حياك الله. علي تفضل من رأس الخيمة. يا علي السلام عليكم. الله بالخير. السلام ورحمة الله، مساك الله بالنور. بغيت أشوف شرطة العملية، أنا مسوي عملية في العين وعاطيني دواء، نعم، أقطر في العين 4 مرات في اليوم. أيوة نعم. أنا طبعا صايم، لكن يوم أقطر الدواء في العين أحس بطعمه بالحلج، هل هذا يفطر ولا ما يفطر؟ إن شاء الله. مشكور يا علي، الله يبارك فيك، شكرا، حياك الله. أعود لأسئلة المشاهدين الكرام من جديد. هنادي من الشارقة شيخنا عندها سؤالين، سؤالها الأول قطرة الأنف هل تفطر؟ ونسيت ما عليها من قضاء شيخنا. نعم. أيام. أما بخصوص قطرة الأنف، أنا ذكرت رأي المجمع أنهم يرون أن عدم الإفطار باستخدامه ما اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، لو وصل إلى الحلق لابد أن يرميها خارجا مثلا. نعم. شيء من ذلك. لكن في خلاف للشافعية، لأن الشافعية يرون أن الأنف منفذه مفتوح للجوف الحلق. فلذلك ينبغي الابتعاد عنه. نعم. فلو تستطيع نعم، لكن هي ادعت أنها لا تستطيع، فإذا لا تستطيع أن تحاول قدر ما يكون أن تحتاط في ذلك. أما بالنسبة للأيام التي نست فهي تأخذها على الأغلب، بمعنى غالب الظن كم يوم اللي هي ما صامت، فعليها الآن أن تصوم. نعم. أن تصوم متفرقة بعد رمضان. نعم. نعم. عبر البريد الإلكتروني شيخنا، أخت سمعتك بالأمس عن موضوع الحائض تمسك المصحف أو لا، لكن هي تقول لك شيخنا لو تقرأ من حفظها، لكن بخصوص سورة الملك قبل النوم وسورة الكهف وأذكار الصباح والمساء فيها سور قرآنية، هل تقرأ المرأة؟ نعم. وهي حائض؟ أنا ذكرت ما تقرأ على سبيل الأذكار لا إشكال فيه، لكن على سبيل التلاوة لا.
على سبيل الأذكار، لكن مثلا سورة الملك الكهف ليست على سبيل الأذكار والكهف نعم. إيه. أما الملك على الحفظ للحفظ هذا ممكن، والمعوذات للحفظ فهذا لا إشكال في آية الكرسي للحفظ نعم. أيضا رسالة أخرى لنا وصلت الآن، شيخنا يقول السلام عليكم، والدتي توفيت من 5 سنين وكانت مريضة وتدفع إطعام عن كل يوم بس تعطيها نقود بدل الطعام. لا إشكال فيه، إذا كان الفقير يستطيع أن يشتري لنفسه أو شيء ربما هو أحوج إلى النقود نعم. هنا معنا شيخنا عبد الرحمن من عمان، سأل أنه العمال اللي يعملون الصباح شيخنا يريدون ماء. الأصل أن لا تشغل العمال في الصباح إذا مسلمين، تريحهم ليعملوا غير ذلك، لكن أنت لا تقدم لهم، أنت تعطيهم أجورهم أو تزيد عليهم شيئا ما في الليل أو في أي وقت آخر، هم اشتروا بأنفسهم. أما أنت لا تعين إنسان على المعصية، فلا يجوز حتى للكافر لا يجوز إعطاؤه طعاما وشرابا في نهار رمضان جهارا، يأكل في بيته في 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 غرفته هذا شأنه هو، لكن أن يقدم له هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا مجاهرة، مجاهرة بالمعصية، وهذا المجاهرة بالمعصية لا ينبغي أن يكون في بلاد الإسلام. نعم. شيخنا هو الآن متشكك ليغلب على ظنه أن ما أعطى أخوه ما رجع للسلف. بحسب غلبة الظن، إن كان يغلب على ظنه عدم الإعطاء فلا بد أن يعيد، إن كان غلب على ظنه أنه أعطاهم فلا يلزمه أن يعيد. نعم. أبو محمد بن عجمان عمل عملية تخدير كامل شيخنا، طبعا أول يوم برأي الطبيب أفطر نعم. اليوم الثاني هو تعب وأفطر، لا إشكال فيه، المريض له عذر، ليس على المريض حرج، فما دمت أفطرت الآن إن شاء الله تعالى بعد ما تشفى وبعد أن تكمل رمضان بعد رمضان تصوم هذين اليومين وتقضيهم. نعم. أنا أدعو الأخوات بالذات ينتبهون للسؤال القادم لأنه مكرر والشيخ بيفصل فيه إذا في خلاف. الذهب الملبوس الشيخ. نعم، الذهب الملبوس لا زكاة فيه عند جمهور العلماء، أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي، ليس في الحلي زكاة، وهذا الذي أفتى به المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. نقل عن يعني عن مذهب الحنفية نعم فيها زكاة، وما الآن ينشر في إن حديث المرأة التي جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم قال تحب أن يلبسك بهما سوارين من نار إلى غير ذلك، وهذا التخويف الذي يخوفون الناس به، هذا في المسكات الغليظة، بمعنى إيش؟ بمعنى أن هذا غير معتاد منها، مثل امرأة مثلا تلبس عقد كيلوين وزنه من الذهب، هذا غير وهي من طبقة لا يلبسون من أمثال ذلك إلا إذا كانت من طبقة غنية إلى غير ذلك. فقال العلماء كالشافعية إذا زاد مثلا وزن الخلقان على 800 جرام تلبس في رجلها هذا يزكي، لكن غير ذلك الأصل ما اشتريت بقصد الزينة، وزينة مباحة للمرأة وللبنات ليس للأولاد، لأن بعض الناس يشترون حتى يحفظون للأولاد، هذا يقولون زينة وخزينة، أو للرجال، هذا الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الذهب، فهذا فيه زكاة، ما اتخذه الرجال من زينة ففيها زكاة، لكن للمرأة ليس فيه زكاة، هذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به. نعم. هاجر من فرنسا شيخنا، الحائض ومن عليها العذر، ما بالنسبة للأكل والشرب بالنسبة لها؟ لا إشكال فيه، لكن لا تجاهر، لا تجاهر حتى لا يحتك حرمة شهر رمضان أمام الآخرين، الناس ما يعرفون العذار، لكن هي معذورة تستطيع أنت. نعم. أم أسامة من الشارقة شيخنا، بعد أن حصل الإجهاض استمر الدم شيخ. نعم، هنا خلاف بين أهل العلم، هل كل دم نازل بعد الولادة يعتبر نفاسا أم لابد أن يمضي على الحمل 80 يوما؟ فالذين يشترطون 80 يوم يرون أن هذا الشهرين فهذا ليس دم النفاس وإنما دم استحاضة، فهي تغسل المكان إذا لم يكن أيام عادتها، تغسل المكان وتغتسل وتصلي وتصوم إلى غير ذلك. نعم. الأخت خديجة شيخنا كادت أن تبكي أو بكت شيخنا في نهاية الاتصال، الأم الآن يعني كأنها تقول شيخنا بغضب عليك إذا ما أعطيتني نص البيت. أنا أقول أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس للأم هذا الحق، هذا جور، هذا ظلم. الآن أختكم أنتم تقولون أن هي أصيبت وهي لا تستطيع، وقد أحسنت إليكم طوال هذه السنين، الآن تكافئون إحسانها بهذا الشيء؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه،
ما لم تطب نفس الأخت بالتنازل عن البيت بطيب نفس منها بدون إكراه فلا تحل لهم، حتى لو أخذوها يأخذونها سحتا. وليس من حق الأم أن تغضب وأن تجبر البنت أو الأخت على التنازل لإخوانها. كثير من النساء للأسف الأمهات هذا يقعون فيه في هذا الخطأ الشنيع في الميراث، يجبرون البنات على التنازل عن ميراث للأولاد. بأي حق؟ البنت أضعف وميراثها أقل، ثم تأتي وتقول وتجبرها وبعدين أنا زعلان منك؟ أنت ما من حقك أن تزعلي. نعم لو أكلت حقكم، لو كانت من حقكم، لو أخذت شيء لا يحق لها هذا من حقك أن تزعلي عليها، لكن من حق بالعكس المفروض من الأم أن تقف في صف ابنتها وأن تنصح إخوانها أن أنتم إخوان وشباب، ينبغي لكم أن تعملوا، ينبغي لكم أن لا تعتمدوا على أختكم. وجزاها الله خيرا طالما أحسنت. أسماء من الأردن، شيخنا الآن أيضا هذا، فلا تخافي من غضب الأم في هذه الحالة. نعم شيخ، اشرب ما دام المؤذن يأذن. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا جرأة على الله في الفتوى، فهم خاطئ للحديث. هذا إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت والإنسان بيده شيء فيشرب، والعبرة ليس بالأذان، العبرة بالوقت، بدخول الوقت، لأن المؤذن قد ينام، المؤذن قد يتأخر، المؤذن قد يؤذن 10 دقائق قبل الوقت. أنا أتعجب من بعض أهل العلم اللي الآن طلعوا في بعض اللقطات وكذا يدعون أن الإمساك بدعة. لماذا بدعة؟ هذا احتياط للدين. إذا كان الإنسان لما يغسل وجهه ألا يغسل جزءا من رأسه، جزء من رأسه احتياطا؟ هذا من باب الاحتياط. كيف يضمن دقة هذا الوقت، دقة هذه الساعة؟ كم من مرة سئلنا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى أن المرأة أو الإنسان نظر إلى الساعة فظن أنها 4:30 وشرب مثلا كذا، هذاك الأيام ما كان 4:30 الأذان، الآن قبل 4:30 فشرب، ثم بعد ذلك تبين له لا كان الساعة 6:30. هذا لا ينبغي للإنسان أن تأتي وتمنع الناس من الاحتياط لدينها. نعم يعني الولد يقضي شيخ. نعم لأنه شرب. نعم. أثناء إذا ثبت له أن المؤذن قد أذن في الوقت عليه القضاء. معي دقيقتين وسؤالين شيخنا. أم خالد تسأل سؤالها الأول، زكاة المال ممكن أعطيها الخدم؟ نعم بس بشرط، في كثير من الناس يعطون الخدم لكن يعطون الذي تشتغل طيب وما يعطون الثاني. هذا لا، لأن كأنك أنت تقول إذا اشتغلتي زين أنا بعطيك أجرتك وبعطيك زكاة، كأن هذه دافع للنفع يعود إليك تريد أن، فهذا لا. أما إذا كانت تعطيها لله تبارك وتعرف أنها مستحق. يا أيها الناس احتاطوا في مسألة الزكاة، الزكاة غير الصدقة، الزكاة لا بد أن يصل إلى مستحقية. تسأل شيخنا أيضا، من لم يزكي سنوات قبل الآن يزكي كل شيء الزكاة؟ لا نعم، بمعنى أنه يأتي مثلا إذا عنده حساب في البنك يعرف تاريخ كذا لكذا كم كان عنده مبلغ، كان نصاب ولا لا ما كان نصاب، خلاص السنة الأولى راحت، السنة الثانية نعم الآن بدأ النصاب، فآخر السنة كم كان عنده يحسبه في الدفتر. الآن متيسر والحمد لله. نعم. بما يغلب على ظني. نعم. الأخ علي من رأس الخيمة، شيخنا يشعر بالطعم القطور من العين، وهذا الذي يقوله الشافعية، ولذلك قلت لكم أن هذا فيه خلاف، لكن المجمع قال بعدم الفطر والجمهور يقولون بعدم الفطر بشرط أن يتجنب ما يبلع، يعني بمعنى إذا أحس فقط مجرد إحساس لا إشكال فيه، لكن إذا أحس في سائل ينزل يلفظ هذا السائل. نعم. نعم. إن شاء الله فلا يبلعه. نعم. شكرا لك فضل الشيخ على هذه الحلقة، ومستمرين معكم إن شاء الله مشاهدي الكرام. هناك أسئلة عبر البريد الإلكتروني ما أنساها إن شاء الله، نفرغها ونجاوب إن شاء الله في الحلقات القادمة مع فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصولي بجامعة الإمارات، كما أشكر الزميل صلاح عودة الذي يرافقنا في هذه الحلقات بلغة الإشارة، شكرا على الأسئلة التي أتى بها من قبل ذوي الإعاقات السمعية. تحيات يوسف الحمادي، تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم.